حب الرشاد من أبرز أنواع النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، لكن حب الرشاد قد لا يناسب الجميع، بل ربما يؤدي إلى حدوث مضاعفات وأضرار غير متوقعة. تحدث أضرار حب الرشاد غالباً عند استخدامه بشكل مفرط، وقد تحدث أضرار حب الرشاد عند بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية. وتعد فوائد حب الرشاد أكثر من أضراره بكثير، وفيما يلي بيان لأهم هذه الأضرار. يزيد حب الرشاد من إضرار البول، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل وأضرار بالنسبة لمن يعانون من مشاكل في الكلى، ففي تلك الحالات يجب تجنب حب الرشاد واستشارة الطبيب بشأن تناول الأعشاب الطبية. حب الرشاد يعمل على الانخفاض في معدل ضغط الدم، والذي قد يسبب مشكلة لمن يعانون من مرض ضغط الدم المنخفض. يسبب الإجهاد، لذا يمنع على المرأة الحامل تناول أي كمية من حب الرشاد خلال فترة الحمل. يقلل من امتصاص اليود. يحتوي حب الرشاد على مادة تمنع امتصاص اليود من قبل الغدة الدرقية، وبالتالي قد يسبب قصور بالغدة الدرقية، لذا يفضل تجنبه وعدم تناوله إذا كان الشخص يعاني من قصور في الغدة الدرقية. مشاكل بالهضم. قد يسبب مشاكل بالهضم عند بعض الأشخاص، ويفضل تجنبه من قبل الأشخاص الذين يعانون من التهاب المثانة بشكل خاص والتهاب المسالك البولية بشكل عام. قد يكون التحكم في سكر الدم والسيطرة على معدلاته من الأمور المطلوبة، إلا أن تأثير حب الرشاد على سكر الدم قد يكون خطيراً بالنسبة لمرضى السكري الذين يعانون من تذبذب معدل السكر ويتناولون الأدوية المنظمة، لذا لابد من الحذر البالغ من تناول حب الرشاد لمرضى السكري وعدم تناوله إلا بإذن الطبيب وبجرعات محسوبة. ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد الجرعات الآمنة من حب الرشاد، لذلك أحرص على عدم تناوله على نحو مبالغ فيه.